هلا، أخوكم علي من قناة متسابق المقاهي، واليوم أول فلوق تعريفي باسم ومحتوى القناة وبفئة متسابقات المقاهي أو الكافي ريسرز. تختلف أنواع وأشكال الدراجات النارية، ففيه اللي يعرف بالسكوتر، هي الدراجة النارية الصغيرة اللي تناسب المدينة، وفي السوبر بايك اللي تصنف بالأسرع، في الرحال، وفيه الكافي ريسر أو متسابقة المقاهي. وفي السبعينيات شهدت هذه الدراجات نهضة جديدة، ودخلت الهوية اليابانية في تصنيعها، واكتسبت محركاتها قوة أكبر قادرة على خوض التحديات بسرعة أكبر. واليوم بعد أن لاحظت شركات المصنعة الدراجات النارية اهتمام الدراجين بالكافي ريسر، أوجدت دراجات خاصة لهم، إلا أن بعض أو معظم هواة هذه الفئة يفضلون امتلاك وتعديل الموديلات القديمة. من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال الصانع الياباني هوندا وشركة ياماها، ومن ألمانيا BMW، ومن بريطانيا ترايمف، ومن إيطاليا دوكاتي وغيرهم. بالنسبة لدراجتي الشخصية فهي CB1100RS من الصانع الياباني هوندا، ورح يجمع محتوى القناة ما بين الكافي وهذه الفئة من الدراجات النارية. أتمنى أني قدمت المفيد عن هذه الفئة، ألقاكم في فلوقات أخرى بإذن الله، والسلام عليكم.